معالجة معضلة البطالة لدى حامل الشواهد العليا للسيدات والسادة النواب المحترمين من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا. تفضل السيدة النائبة. السيد الوزير، عن استراتيجية معالجة معضلة البطالة في صفوف حامل الشهادات العليا نسائلكم. الكلمة لكم السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة المحترمة. فعلا معالجة معضلة البطالة بصفة عامة والبطالة لحاملي الشهادات بصفة خاصة هي دائما كتكون واحد المعضلة حقيقية عند جميع الحكومات، والسياسة ديال التشغيل كيف ما كتعرفوا هي مبنية أولا وقبل كل شيء على الاستثمار. كتعرفوا كاين ميثاق جديد للاستثمار اللي بدينا كنفعلوه واللي بدا كيعطي النتائج ديالو من خلال النتائج اللي شفتوها ربما في اللجنة الأخيرة ديال الاستثمار اللي هي اللجنة الأولى اللي تعقدت تحت هذا النظام الجديد، وهي اللجنة اللي جات بمشاريع جديدة بواحد الميزانية مهمة كبيرة جدا ديال الاستثمار بواحد عدد المناصب الشغل مهمة جدا، واللي خصها تستفد منها الأطر اللي عندها الشواهد العليا بالدرجة الأولى. ولكن كاين كذلك جزء مهم من المشغلين اللي هما المقاولات المتوسطة والصغيرة، ماشي غير المقاولات الكبيرة جدا. وفي البرمجه ديالنا بالنسبه لميثاق الاستثمار غادي نخرجوا هذاك المرسوم ان شاء الله من هنا لاخر السنه باش نقدروا ندعموا الاستثمار في المقاولات المتوسطه والصغيره باش حتى هي ندعموها. وثالثا بغيت نقول لكم فقط على انه المنظومه ديالنا من خلال الوكاله الوطنيه لانعاش التشغيل اللي تقريبا واحد اكثر من 50% ديال الناس اللي تيشغلوا داخلين في هذه الفئه هذه، اعطينا واحد الدفعه جديده بواحد البرنامج جديد تقريبا فيه 3 مليار ديال الدرهم كدعم مباشر باش نشجعوا المقاولات على تشغيل هذه الفئه هذه، ومازال نتفاهم معكم في هذا الموضوع. وشكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب لكم السيده النائبه المحترمه. تفضلي السيده النائبه. الوزير، الحكومه ما يمكنش لها تجاهل ان تفشي البطاله بصفه عامه وفي صفوف حاملي الشواهد العليا بصفه خاصه. الارتفاع المهول سيد الوزير من 11.2 2022 ل 12.9 2023، فين غادي هذا الارتفاع؟ حاملي الشواهد سيد الوزير وصلوا 61.4%، حتى الوظيفه اللي كانوا بغاو يوجدوا لها اصررتم على تسقيف السن ديالها في تناقض صارخ مع قانون الوظيفه العموميه اللي هو 45 سنه، فين غادي يمشيوا؟ ما مصيرهم؟ واش يمشيوا لقوارب الموت؟ سيد الوزير، فين هي التنزيل ديال التوجيهات الملكيه الساميه ثلاثه الخطب متتاليه ديال 2020 21 22 فيما يتعلق بارتفاع البطاله في الشباب؟ واحد على اربعه شاب عاطل سيد الوزير. سيد الوزير، 32.7% ديال الشباب من فئات 15 24 سنه عاطلين. سيد الوزير، 83,000 اضافه ديال العاطلين خلال السنتين الاخيرتين، 1.5 مليون عاطل. سيد الوزير، 280,000 فرصة شغل فقدها المغرب خلال الربع الأول من هذه السنة، 13,000 مقاولة أفلست. أش درت الحكومة لهذه المقاولات التي أفلست؟ باش عاونتوهم باش ما يفلسوا حنا في امس الحاجه الى هذا الشغل؟ فينا هو البرنامج الحكومي؟ فينا هو مليون منصب شغل اللي وعدتوا بها سيد الوزير؟ فينا هو الاستثمار اللي خاص يكون كيتمشى باش يوجه الشباب اللي في اتجاه انهم يندمجوا في سوق الشغل؟ سيد الوزير، الاستثمار وتبسيط المساطر ومحاربه الريع والفرصه واوراش سيد الوزير. شكرا سيده النائبه. هل هناك من تعقيبات اضافيه في الموضوع؟ الكلمة لكم السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. في الحقيقة السيدة النائبة خصني واحد الوقت طويل باش نجاوبك على هاد العشرة الأسئلة اللي حطيتي، خصوصا أنها أسئلة فعلا عميقة. في هاد العشرة الثواني بغيت غير نقول لك على أنه بالعكس راه المسار حنا عندنا راه غادي في الاتجاه الصحيح ديالو، رغم الصعوبات اللي هي حقيقية وفي العالم كله. الاستثمار، السياسات ديالنا اللي وجدنا، وبالنسبة بالمناسبة أوراش راه كاين 50,000.